مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. والباشا بقى مراقبني؟ مراقبك من زمان قوي. هشام عمال يعكسني في الراحة وفي الجاية.
ده اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم يا رحيم؟ انا اسوي ايه الكلام ده يا رحيم؟ روح قول اللي بعتك عيب. مش انت قررت تجيلي كدكتوره؟ يلا بقى نسجل. بحبك. امشي وانسى اني ليك ابن اخت، وانا كمان هنسى ان انت كنت ابويا. عايزك بقى توصلني المخازن اللي خزنته فيها السلاح في السلوم. المهم يعرف ان احنا مش هنسيبه حتى لو في ناس من عندنا سندينه. ما تقلقش، انا بعت حد يسرق عيادتها علشان الموضوع يبعد عنك خالص. انا سبب في موت اختك عزة. انا كنت هتجنن. ابويا انا يشتغل في المخدرات ليه؟ مفيش يا ستي. قال لي بحبك فسامحته. انت مالك؟ انت لسه صغيره على الاسئله دي. ايوه كده استريحتي. وانا كمان انا قلت له انا بحب. بقولك ايه، ذاكري كويس. انا هقول لبابا يجيبك لو ذاكرتي كويس. يلا اعملي الهوم ورك. باي. هوم ورك؟ انت بتكلمي مين؟ دي رنيم. بتكلميها كده كانها واحده كبيره تحكي لها على كل حاجة؟ البنت دي بقت كأنها حتة من قلبي، بقيت بكلمها كل يوم ونقعد نحكي مع بعض. أنا مش عارفة البنت دي عملت فيا إيه. أنا بفكر أجيبها تعيش معانا. تعيش معانا؟ أيوة، عايزة أبعدها عن الجو اللي هي فيه، عايزاها تعيش في جو نظيف. ماما تتضايق لو جبتها؟ حبيبتي أنا مش ممكن أتضايق من أي حاجة ممكن تساعدك. بس هو أنتِ بقى ناوية تعيشي معايا كتير لسه؟ ماما أنا ورحيم محتاجين وقت. اسمعي بقى، أنا موضوع رحيم ده اتكلمت فيه كتير قوي، لكن أنا هجيب لك آخر الكلام. مشوار الحياة طويل وصعب، لازم دايماً يبقى في حد جنبنا عشان نقدر نستحمل المشوار. يعني مش لازم يبقى أحسن حد في الدنيا، ولكن على الأقل لازم نبقى بنحبه. لو بتحبي رحيم استحملي معاه الطريق وما تخافيش. مشكلتي الوحيدة مع رحيم اللي أنا بحبه، بس طريقه هو اللي يخوف. ما تخافيش، امشي ورا احساسك وقلبك وما تخافيش. انتوا مين اللي بعت لكم التسجيل ده؟ هو ده كل اللي همك؟ مش فارق معاك اللي اتقال؟ انت من امتى وانت بتتكلم معايا بالطريقه دي؟ زياد معلوش لوم في اي كلمه يقولها بعد اللي سمعناه كلنا يا رحيم. كنت عارف يا رحيم ميداليا اللي كانت ورا قتل اختك. بصري بصري، ده انت ابني، بفهمك من نظره عينيك. رد عليا، كنت عارف ولا لا؟ يابا داليا ما قتلتش. يبقى كنت عارف. عارف مين اللي ورا قتل اختك وساكت. ومش بس ساكت، ده انت كنت عاوز تتجوزها كمان. يا خساره. أنا مش مصدق. أنت رحيم ابني، أنت ابني اللي أنا خلفته وربيته. أنت أوام نسيت أختك يا رحيم؟ اللي بلغ الحكومة ما كانش عايز حد يموت. كده بقى يبقى نسيت أختك يا رحيم. وإذا كنت أنت نسيتها أنا مش هقدر أنسى بنتي، ولا أقدر أنسى حفيدي اللي يتيتم من أبوه وأمه بسببها. أنا طاري مع البنت دي يا رحيم وهاخده منها. محدش هيلمس شعرة من داليا طول ما أنا عايش. بتقول إيه؟ أنت بتتحداني يا رحيم؟ هتقف قصادي عشان تحمي اللي قتلت أختك؟ يابا داليا ما قتلتش. دي كانت غلطة. واللي بعت التسجيل ده قصد إن هو يفرقنا، وده اللي لازم نفهمه ونقف قصاده. أناني. هتفضل طول عمرك أناني. زياد! فوق لروحك. انت بتتكلم على خالك. انت اللي لازم تفوق يا رحيم. انت اللي لازم تفوق وتحس بالنار اللي قايده فينا كلنا. عارف يعني ايه اسمع بوداني ان في حد قتل اخويا؟ بلاش انا، زياد.
عارف يعني ايه يسمع ان في حد قتل ابوه وامه؟ عارف ولا مش عارف؟ ترى ابويا وامي هاخده من اي حد حتى لو كان مين. والله كبرت يا زياد، واول ما عروقك نفرت واتشدت اتشدت عليا انا. مش كنت بتقول عليها بلطجي ورد سجون ومقضيها بدراعي؟ ايه دلوقتي عايز تبقى زيي؟ زياد مش زيك ولا عمره هيبقى زيك. زياد احسن وانضف منك بكتير، اوعى تبقى زيه. خلاص بقيتوا كلكم ملايكه ورحيم بقى هو الشيطان. قاعدين تحاسبوني دلوقتي؟ محدش فيكم غلط غلطه واحده في حياته. جه اليوم اللي صوتك عالي فيه على ابوك يا رحيم، وتعلمه ازاي يتعامل مع اللي قتل بنته. وما تقولش كده يا حبيبي. اوعى سيب ايدي، سيب ايدي. انت اللي بتختار رحيم. ايوه انت اللي بتختار. وهي بدأت بحلم اهي، خاف بقى على الباقي. هتيجي انا اوصلك. هتوصلني فين؟ هو انت عارف انا رايحه فين اصلا؟ مروحه البيت. لا امال رايحه فين طيب؟ مالكش دعوه، وبعدين مش كل يومين تيجي تنطلي. طب لما انت عارفه ان انا بنطلك بتيجي هنا ليه؟ مالكش دعوه. طب هقابلك هنا تاني بكره. تذكري يا بيبي. تفتكر ليه ربنا خلاني أرجع مصر في الوقت ده تحديداً؟ عارف ليه؟ علشان لو ما كنت سمعت وشفت بعيني اللي حصل ما كنتش هصدق. مش كل اللي بتسمعيه وتشوفيه هو الحقيقة. ياه تحبها قوي كده؟ لسه بعد ده كله بتدافع عنها؟ كلنا بنغلط واحنا بس اللي لازم نتحمل تمن الغلط ده، لكن انت لأ. محدش دفع تمن من عمره قدي. رحيم انت دخلت السجن عشان كان لازم تدخله من زمان. يبقى خلاص محدش له حاجه عندي. رحاب انا لازم امشي. ما تسافرش يا زياد، ما تسافرش. طب هقولك على حاجه، سافر شويه وارجع لي تاني. ارجع لي تاني يا زياد. رحاب انا هبقى اطمن عليك، سيبيني اسافر. واهون عليك؟ اهون عليك تسيبني؟ ابوس ايدك ما تسيبنيش، ابوس ايدك. ما تهونيش يا رحاب، بس انت كمان لازم تمشي. ليه؟ ليه بتقول كده؟ يعني انت مش عارفه؟ فرح انا جاهز. جاهز ايه؟ لا رحيم ما تسيبوش يمشي يا رحيم عشان خاطر. يا لهوي حاولي يا ولاد، الحاج بدر ما بيردش عليا. برضه ما ردش. رحيم عمره ما عمل معايا كده. يمكن مشغول ولا حاجه، بعد شويه هيرد عليكي. برضه لما يكون مشغول بيرد عليا في حاجه انا مش مطمنه لها. طب يمكن يمكن ايه يا ماما؟ يمكن لما فكر مش قادر يسامحك. يمكن، بس مش رحيم. رحيم لما بيقول حاجه بيكون قاصدها. في حاجه تانية. ما تنسيش ان اللي ماتت دي تبقى اخته، وانا خايفه عليك يا داليا. رحيم في يوم من الايام ممكن ما يقدرش فعلا يسامحك. تفتكري؟ انا من رايي بقى ما تكلميهوش خالص، واستني لما هو يرجع يكلمك تاني. ساعتها هتعرفي اذا كان باقي عليكي ولا لا. الحمد لله جدك احسن بكتير. هي فرح مشيت على طول ليه؟ ما بقتش تطيق تقعد في مكان فيه رحيم. رحيم رحيم رحيم، كل المشاكل اللي احنا فيها بسبب رحيم. انت بتحبي سيد صح؟ بتحبيه. عارفه ايه المشكله اللي ما بينك وما بينه؟ رحيم. المشكله اللي ما بيني وما بين ناخد طرب ويا وامي رحيم. والمشكله اللي ما بيني وما بين البنت اللي بحبها رحيم. رحيم مالوش ذنب في كل ده. امال مين اللي اعتدى على ريم؟ ها ردي.
احنا مش عارفين يا زياد. لو دفعتي عنه تاني هتقلي في نظري انت كمان، فاهمه؟ انا اقل في نظرك؟ انا يا زياد؟ انا اسف، سامحيني، انا مش مظبوط خالص اليومين دول. انا عمري ما زعل منك ابدا. انت ما تعرفش انت ايه بالنسبه لي. رحب، انا حاسس ان انا بتغير، حاسس ان انا هبقى بني ادم تاني. انا بقيت اكره كل الناس اللي قريبين مني. انا لازم امشي، لازم ابعد عن هنا. انا هسافر يا رحاب، هسافر قبل ما ببقى بني ادم تاني انت ما تحبيش تشوفيه. أيوة رحيم، أنا عاوز أشوفك حالا دلوقتي. طب أفهم يا حاج اللي حصل. طيب أيوة بس أنا مش فاضي. خلاص جاي مع السلامة. في إيه؟ شكلها كده مصيبة جديدة. رحيم، هو أنت هتقف قدام أبوك؟ حتى أنت يا هشام، ده أنا قلت أنت الوحيد اللي هتفهمني. أفهم إيه؟ افهم انك عايز تسامح واحده كانت سبب في موت اختنا؟ حط نفسك مكانها. كنت عايزها تعمل ايه؟ تعمل ايه وانا مالي؟ احط نفسي ليه مكانها؟ انا كل اللي خصني في الموضوع ده ان دي كانت السبب في موت اختنا. ايوه بس ما كانتش عارفه ان كل ده هيحصل. رحيم، هو انت كنت ناوي تتجوزها؟ ايه كنت دي؟ طب يا رحيم، انا هقول لك كلمتين من اخوك، اسمعهم وفكر فيهم. انسى حبك لداليا، انسى داليا نفسها. لو اللي عمل كده واحدة غريبة، ده كان هيبقى تصرفك؟ ايوه بس هي ملهاش ذنب. طب سيبك من دي، يعني انت عايز تجيبها بيتنا ونبقى احنا قاعدين مع مرات اخونا اللي كانت سبب في موت اختنا، موت اختنا، حتى لو ملهاش ذنب. تفتكر ازاي هنتعامل مع بعض؟ اديك سكت. يعني ابوك كان عنده حق. فكر في الكلام يا رحيم. عارف ازاي مكان البضاعة؟ ما هو ده السؤال اللي أنا جاي أسأله لك يا رحيم. أنا؟ أنت قصدك إيه حاجة بالظبط؟ أصل مش معقول يعني أنا أو رجالتي هنسلم البضاعة للحكومة. وأكيد مش أنا. أنت عارفة رحيم السوفي كويس. ما أنا عشان عارفاك كويس جاي أسألك. مش عايزة أعمل أي تصرف إلا ما أتأكد منه. أكيد حد من رجالتك هو اللي عملها. لا يا حاجة، البضاعة أول ما بتوصل المخازن رجالتي مالهمش دعوة بيها. يعني إيه؟ يعني شغلي وعملته. التأمين بقى مش بتاعي. الغلط من عند رجالتك اللي كان أولى بيهم يراقبوا المخازن بدل ما يراقبوني. ماشي يا رحيم، بس أنا لو عرفت إنك أنت ليك يد في الموضوع ده تأكد إني مش هسكت. لو سكتي هتقلي في نظري. أنت عندي حاجة كبيرة أوي. طيب يا ريم، طالما هتذاكري انا موافق ان انت تباتي عند صاحبتك.
اخرجي يا حبيبتي وتفسحي اتبسطي. انا عايزك تبقي كويسه ريم، خلي بالك من نفسك، انا بحبك. طب يا حبيبتي مع السلامه. شافع كده يا استاذ؟ اوعى. حضرتك رايح فين؟ وسع من وشي. سيبونا. انت ايه اللي جابك؟ اطلع بره، اطلع بره. عيب يا حلمي، احنا اللي بينا مش قليل، خلينا نقعد ونتكلم. وانا مش عايز اسمع منك اي حاجه. لا هتسمع بحق العيش والملح والعشره اللي بينا، لازم تسمع. العشره، العشره اللي انت صنتها كويس. انت حقك الوحيد عندي يا رحيم انك تطلع بره. لا يا رحيم، احنا لا هنبقى اصحاب ولا اعداء. عارف ليه؟ لاني مش هسيبك عايش. المرة الجاية لو شفتك هقتلك يا رحيم، وحياة بنتي لقتلك يا رحيم. انت برا برا. ازيك يا حاج؟ طمني، عامل ايه النهارده؟ أنا كويس، متشغلش بالك بيا. أنا بس عاوز أروح مشوار مهم النهارده. تروح فين يا حاج؟ أنت لسه تعبان. أنا قلت النهارده يبقى النهارده. عاوز أروح المخزن بتاع الطريق الصحراوي. بس قبل ما أروح لازم يبقى هناك حامد أبو داليا. أبو داليا؟ ليه؟ لما تقابلني بيه هناك هتشوف. حاضر حاج. عسى اخت رحيم، انا كنت السبب في موتها. انا مش مصدقه سمر تعمل حاجه زي كده. وهي تعمل كده ليه؟ هتستفيد ايه؟ يمكن علشان داليا. داليا ايه؟ كملي قولي اي حاجه تساعدنا نفهم اللي بيحصل ده. أنا قصدي يعني عشان داليا، يمكن سمر شايفة كده إن حياة داليا هتبقى أحسن لما تبعد عنها. ولو إنه كلام مش منطقي، بس حتى لو هي مقتنعة بيه مستحيل تعمله، لأن الكلام ده يضر سمعتها. لا لا، الست دي في أكيد حد دفع لها عشان تتجسس على داليا. أنت من إمتى وأنت بتعملي عندها جلسات؟ معرفش، بس أنا لازم أسمع منها. طب أنت فاكرة إنها هتعترف لك كده على طول؟ مش مهم، معرفش، بس أنا لازم أروح لها. أنا هقوم أغير هدومي. أنا هاجي معاكي. خليك أنت، أنا هروح معاها. في إيه يا داليا؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا فاهمك يا دكتورة. التسجيل اللي على الفلاشة دي خرج من عندك. تسجيل ايه؟ في ايه يا داليا ما تتكلمي؟ ده التسجيل بتاعي لما كنت عندك. في حد وصله لبيت رحيم، واكيد مفيش حد يعرف يخرجه من هنا غيرك. مين اللي خلاكي تعملي كده؟ لو ما قلتيش مين، انا مش هستنى علشان اقفل لك العياده دي بالقانون. انت عارفه كويس قوي لو الفلاشه دي راحت النقابه ايه اللي ممكن يحصل. داليا انت موافقه على الكلام اللي بيقوله؟ انت شايفه ان انا ممكن اعمل فيكي كده اصلا؟ والله انا ما بقتش شايفه غير حاجه واحده بس، اللي بقيت بتصدم في الناس يوم ورا التاني. كنت فاكراكي صاحبتي. وانا كمان كنت فاكراكي صاحبتي قبل ما تفكري تشكي فيها بالطريقه دي. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي.
مكبره، تعبت. داليا انا اكتر واحده فهماكي والله العظيم، انا حاسه باللي انت فيه، بس اسمعيني بس والله العظيم انا مستحيل اذيكي، صدقيني يا داليا. داليا صدقيني والله العظيم مستحيل اذيكي، صدقيني. انا ما بقتش قادره اصدق حاجه خالص، انا مستحيل اذيكي يا داليا. طب داليا داليا حاجة بدر، ازيك يا حامد؟ عاش من شافك يا راجل. وايه اللي حصل لكل ده حاجة؟ طب ما تحكي لي انت احسن، قول لي انت غلطت في ايه؟ انا ما عملتش حاجة غلط يا حاج. ازاي بقى؟ ده كل ابن ادم خطاه، وانت غلطت ثلاث غلطات. اولهم سبت زكريا وعزة بنتي يموتوا، الثانية انك ما جيتش ساعتها تحكي لي، التالتة بتحاول دلوقتي تكذب قدامي، صح؟ يا كنت فاكر ان الحكايه اتنست. انا ما عملتش حاجه، وما ليش ذنب في اللي حصل. انا كل اللي عملته اني حذرت ادهم بورده ان في كبسه لقيتها وانتوا قتلتوه بعدها، يعني خدتوا حقكم. صح، ولولا ولاد الحلال كان زمان بحر الدم شغال بينا وبين ورد لحد دلوقتي. بس تعالى نرجع ورا شويه كده، وساعتها مين اللي كان بلغ البوليس؟ مش بنتك برضه؟ انت عملت الصح، حذرت معلمك. غلطه يا حاج، غلطه. سامحني يا حاج، ابوس ايدك. سيبني اعيش يا حاج، سيبني اعيش. ماشي، انت كنت عاوزني اسيبك تعيش؟ هات لي بنتك مكانك. مش هتعرف صح؟ أنا كمان مش هعرف، عارف ليه؟ عشان خاطر رحيم ابني. أنا مش عاوز يجي اليوم إن ابني يقف قصادي فيه. بس أنا هسيبك تعيش بشرط. إيه اللي تؤمر بيه يا حاج؟ تاخد بنتك وتخفى عن هنا خالص. ومش عاوز اسمع لكم حس، والا انا اللي هقطع حسك بايدي. فاهم؟ غروف داهية. قوم قوم. هو النهارده مفيش غير ميه ولا ايه؟ هو اللي موجود، وبعدين كيف الدماغ يشتري بقى. لا مش فاهمة، يعني ايه كيف الدماغ يشتري؟ يعني كيف الدماغ يشتري يدفع، علشان الدماغ دي مش معمولة ببلاش، ولا انت فاكراها ببلاش؟ اوكي. طب وانت ما قلتيش كده من الاول ليه؟ عشان الموضوع مش محتاج يتقال، احنا كل ليلة على حد فينا، بس انت اللي بقالك فترة مقضياها. يعني تمام، النهاردة عندي. بجد؟ وهتتصرفي ازاي بقى؟ مالكيش دعوة، هتصرف. قلت يا بنتي؟ عايزة تقول لك ايه؟ عايزة توافقك على الجنان اللي انت جاي تقوله ده؟ عايزة تسيب كل اللي بنيته في عمرها وتهرب؟ أنا خايف عليكوا يا هالة. والله من امتى بقى الكلام ده؟ ما طول عمرك سايبنا ورمينا، ايه اللي اتغير؟ مش وقت الكلام ده. لا وقته بقى، هو ده وقته، عشان كل اللي احنا فيه ده بسببك انت. للأسف بنتك كانت فاكراك بني آدم وممكن تتغير. أنا بستغرب انت ليه كل شوية تيجي وتسأل علينا؟ انت مش رمينا من زمان؟ وسبتنا علشان واحدة مشيتك في السكة الهباب اللي احنا معكوكين فيها دلوقتي بسببك؟ بالذمة كده انت مبسوط من عيشتك؟ أنا جاي لبنتي يا هالة، مش جاي لك انت، وعارف كويس قوي أنا عملت فيكوا ايه. بس خلاص كلنا دلوقتي في خطر، مين السبب مش فارقه. انت طبعا لازم تقول كده علشان تبص لنفسك في المرايه. كفايه يا ماما. لا مش كفايه، دايما كده ترمي مشاكلك على كل الناس، لكن انت حرام مظلوم، مالكش ذنب في اي حاجه. كفايه يا ماما، بابا عنده حق على فكره. يعني موافق على كلامي يا بنتي؟ انا مش هعرض. طيب وابو رحيم لو كان في ايده يعمل حاجه كان عملها، انا مش هعرض. Ha ha ha!
مساء الخير. مساء النور. انت فين يا حبيبي لسه عادي؟ رحيم سأل عليك. بسمة أنا تعبان. ثواني. ألو. أيوة. حاضر. لا هاجي هاجي. يلا. سلام. أنت رايح فين يا هشام؟ جالي مصلحة كده هخلصها وأجي على طول. مصلحة إيه؟ أنا سامع صوت واحدة خارج من التليفون. مين دي؟ بكلم أمي. أم الله يرحمها. الله يرحمها. كنت بتكلم مين يا هشام وكنت رايح لها فين؟ وأنت مال أهلك؟ لا يا حبيبي ده مالي ومالي ولازم أرسلي على حالي. أنا مراتك يعني لو بتنسى. اطلعي نامي يا بسمة. اطلعي نامي وريحي دماغك ها؟ بدل ورحمة أمي. لا خليكي مدام بسمة المطلقة. لا يا حبيبي ده يوم المونة طلقني. افضلي انت زني في الموضوع ده كتير كده لغاية ما طلعك بجد. دي حاجة بقت تقرف. أنا آسفة أوي يا عماد إن داليا نايمة ومش هتقدر تقابلك. آه. مفيش مشكلة. أنا بس كنت عاوز أطمن عليها. هي كويسة. صوتك مش بيقول كده. لو في حاجة قولي لي. أنت ما تعرفيش أنا بحب داليا قد إيه حتى لو هي مش طايقة تشوف وشي. ما تقولش كده يا عماد. دي داليا بتعزك قوي. ما هي دي المشكلة. إنها بتعزيني بس. محدش بياخد أكتر من نصيبه. لو ليكوا نصيب مع بعض محدش أبداً هيقدر يمنعه. رحيم منعه. ساعة ما خرج من السجن منعه. في الحقيقة من ساعة ما رحيم خرج من السجن ما شفناش يوم عدل. كلام حضرتك ده بيأكد إن في حاجة مش عايزة تقوليها لي. يا ريت تكلميني وتقولي لي يمكن أقدر أساعدكم. أنا هحكي لك. مع إني عارفة إن مفيش في إيدك أي حاجة تعملها. يا ولاد ال هو أنتوا قاعدين هنا؟ جبت الهش؟ أه جبت. عيب بقى. عشان تعرفي بس مين بيبرشط. السيطرة والله. طب بقول لك إيه؟ أنا هخش الحمام أسخن ورول وأرجع لكم تاني. يلا. صاحبتك دي هبلة والله. فكك منها. معاك حتة نلف بيها سجارتين ولا اجيب منها؟ حتة دي وسجارتين ايه بقى؟ ده كلام اهبل. انا معايا اللي اعلى من كده. ليه؟ حضرتك جايب ايه يعني النهارده؟ هبهرك. ماشي. ازيك يا عامل ايه؟ ازيك يا حامد؟ انت ايه اللي جرالك ده بس؟ وانت عرفت ازاي؟ مدام هالة حكيت لي. ساعة ما حكيت له انا متضايق جدا جدا ومش عارف انت هتتصرف ازاي مع العالم الزباله دي. انا خايف على داليا وخايف على نفسي ومش عارف اعمل ايه بالظبط. انا من ساعه ما عرفت اللي حصل وانا عمال افكر، خصوصا ان انا عارف العيله دي كويس قوي واتاذيت منهم كتير جدا. عيله سو ما بيسامحوش ابدا، واسهل حاجه عندهم القتل. ما انا عارف وهو ده اللي مخوفني. لو عايز نصيحتي اهرب. المشكله في داليا مش عايزة تسمع كلامي. خلاص اهرب انت. انا عارف انك بتفكر في الموضوع ده خصوصا انك عملتها قبل كده، بس انت المرة دي محدش يقدر يلومك. العكس، ده هروبك ده هيخلي بدر ما يلاقيش دراع يمسك داليا منه. اسمع نصيحتي واهرب. اختفي خالص دلوقتي وخد، خلي دول معاك هتحتاج لهم. عارفه دماغ السحاب اللي احنا بنعملها دي؟ ده بقى بيودي فوق السحاب، المحطه اللي بعد الاخيره. هو ده ايه؟
الشقاق؟ لا أنا مليش في ده. الموضوع سهل خالص. جربيه مرة. هجرب. ايوه عز. انا جاي لك الاستوديو. يلا سلام.